العمارة هي علم وفن قائم على تلبية احتياجات الإنسان المادية والمعنوية. يعني إيه؟ يعني وأنا بصمم المبنى بشوف الفانكشن بتاعته الأول واليوزرز اللي هيستخدموه والبيئة المحيطة بيه عشان أقدر أطلع بمبنى بيراعي جوانب كتير من الهيومن نيدز والبيهيفير والإنفايرمنت. وإنت كمعماري ليك رؤية هتأثر بيها بشكل كبير في المنتج النهائي بتاعك علشان يكون مبتكر وناجح. في برنامج هندسة وتكنولوجيا العمارة AET بندرس فيه حاجات رئيسية. أول حاجة وأهم حاجة هي مواد التصميم المعماري اللي بنستخدم فيها كل الانبوتس والتولز اللي درسناها علشان نطلع بالفاينل برودكت. المواد دي متوزعة على مدار السنين كلها. تاني حاجة واللي لا تقل أهمية عن اللي فاتت هي مواد البيلدنج كونستراكشن اللي بنحول فيها المبنى من مجرد ديزاين للوح تنفيذ فيها كل تفاصيل المبنى من أول العناصر الإنشائية زي الأعمدة والكمر لحد أصغر التفاصيل زي الأبواب والشبابيك. ندرس مواد كمان بتتكلم عن الانجينيرينج تكنولوجي علشان نعلي افشنسي المبنى من خلال اننا نقلل الانرجي كونسومشن في المبنى وازاي نخلي المبنى انفايرومنتال فريندلي وسستينبل. ثالث حاجه بندرسها مواد من مجالات العماره الاخرى زي الهيستوري، ودي بتتكلم عن تاريخ وتطور العماره من اول العماره الفرعونيه لحد المودرنزم اللي شايفينها دلوقتي، وكمان زي الاربن ودي بتتكلم عن تصميم العمران والمدن. بالإضافة لكل ده في مواد بنتعلم فيها السوفت ويرز اللي تعتبر التولز اللي بتساعدنا في تصميم المبنى زي الاوتوكاد والريفت والثري دي ماكس. مهم جدا كمان اننا بندرس مواد ليها علاقة بتخصص الهندسة المدنية عشان نعرف العناصر الانشائية اللي هنراعيها واحنا بنعمل التصميم بتاعنا زي الار سي والستيل، لان كل شغلنا في المستقبل هيكون مع زمايلنا من تخصص المدني وغيرهم من تخصص كهرباء ومي. لو هنتكلم عن الكارير فلما تتخرج هيبقى قدامك مينلي مجالين رئيسيين. المجال الاول وهو مهندس تصميم ديزاينر، سواء كان الاركتكتشر ديزاينر وده اللي بيصمم المبنى بواجهاته الخارجيه ويحدد فراغاته الداخليه، او انتيرير ديزاينر وده المسؤول عن التصميم الداخلي للفراغ. المجال الثاني هو مجال التنفيذ والبناء، وده بيتضمن التكنيكال اوفيس انجينير المسؤول عن رسم لوح التنفيذ ومهندس السايت اللي بيشرف على تنفيذ كل الحاجات دي لغايه لما المبنى يشتغل. في النهايه تخصص العماره بيعتمد بشكل كبير على الابتكار والتخيل والرسم وبيساعدك انك تنميه، كمان بيعتمد على مشاركه الطالب في عمليه التعليم لان اكتساب الخبرات والتعليم الذاتي طريقه مهمه جدا من طرق التعليم المعماري. وفي الاخر مفيش حاجه بتمشي بسهوله، فلازم تسال تاني وتالت علشان الاربع سنين دول ممكن يكونوا بدايه مشوار 30 سنه، والسنين دي تستاهل انك تفكر كويس علشانها.